الكرة والانطلاق على أرضية هذا الميدان الذي تعلن انطلاقة الجولة الثانية من جولات هذا الصباح المثير في اندفاع سن لقايا ومفاجأة أبناء القبائل القادمة للمنافسة والتحديات والإثارة. على بركة الله بدأنا مشاهدي الكرام إذن من خلال انطلاقة الشوط الخامس. شوط الابكار المحليات الاصائل الذي يعلن انطلاقه ويعلن منافسته على ارضية هذا الميدان. نسير بالمقدمة نتابع المراكز الاولى وما تحملها من اثارة وانطلاقات وتحديات واندفاع على ارضية هذا الميدان تحفة ميادين السباقات. اذهب للمركز الاول اتابع الصدارة التي تبدأ هنا من خلال هذا المسار بوجود مياسه في المركز الاول فارس بن معضد بن محمد المزروعي، بينما المركز الثاني انطلاق المركز الثاني من الذيبة سعيد بن سيف بن سالم النيادي، والمركز الثالث لا تزال على المركز الثالث وتتواجد انطلاقة المركز الذي يحمل تشريف بدر بن علي بن خلفان الشامسي، بينما المركز الرابع عودة إلى المركز الرابع هي النصيبة محمد بن سالم بقريبة آل اشتبي، وعلى المركز الخامس هنا تظهر في هذه الانطلاقة والتحديات هي مصيح ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي، والمركز السادس يا سلام غزر في المركز السادس مسري بن سالم بن عرتي الحميري، سابعا هي زلوده مطر بن محمد بن علي المنصوري، وعلى المركز الثامن صوغ احمد بن محمد بن عبيد النيادي، والمركز التاسع يا سلام على وجود جداره علي بن حويل بن مهدي العامر، وهناك على المركز العاشر انتصار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. هذه الأسماء التي تشارك في هذا الانطلاق وتشارك في هذه اللحظة، تشارك في تحديات هذا اليوم الجميل والمؤكد لقوة الإثارة على أرضية هذا الميدان كما تعودنا دائما في مساراتنا وفي انطلاقاتنا من خلال تواجد هذه المنافسات في هذه الرياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. أعود للمقدمة الذي انطلقت هنا في هذه اللحظات هي هملولة سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي الذي أعلن هذا الاندفاع وأعلن هذه البداية التي تعلن هذا التحدي، بينما المركز الثاني الذيب سعيد بن سيف بن سالم النيادي في المركز الثاني، وهنا على المركز الثالث قادمة في المنافسة وفي الاندفاع مصيح ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي، وغزر وصلت لمسري بن سالم بالعرط الحميري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يا سلام مياسي علي بن راشد بن مفتاح الشامسي في هذه المنافسة، وهناك على المركز الخامس الله على المركز الخامس مع علي بن حويل بن مهدي العامر وجداره في المركز الخامس، بينما سادسا تدخلت في هذه اللحظة انتصار سعيد المطر الرميثي، وتعود هناك في هذه الانطلاقة الى نفوذ سالم بن حمد بن محمد المزروعي، والمركز التاسع وصلنا للمركز التاسع ونشوف مياسة سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، والمركز العاشر هي المتواجدة تشريف بدر بن علي بن خلفان الشامسي. هذه الأسماء وشوطنا الذي يسير في هذه القوة والإثارة والتحدي والاندفاع. ما شاء الله شوف الأشواط التي تحمل هذه البداية وتحمل هذا التحدي والمنافسة على أرضية هذا الميدان من خلال هذا الاندفاع القوي والمثير في لحظات البداية. تجمع على قمة البداية، شوف خماسية المراكز الأولى وسكان المقدمة والقيادة لا تزال لهملولة على المركز الأول في هذا الموقع من خلال هذه اللحظة في وجود سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، وهناك علي بن راشد بن مفتاح الشامسي مع مياسة على المركز الثاني، وظهور في المركز الثالث مياسة سالم بن مبارك بن سالم الزرعي يا سلام، والمركز الرابع الله 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 مصيح ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي. هذه الأسماء الأربعة التي تعلن هذا الاندفاع، وشوف التذكير فقط هنا من خلال هذه اللحظة بموقعنا
المتميز. أقول الكيلومتر الأخير كيلو النهاية والصراعات والتحدي والمنافسات، والمنافسة الأولى هناك متواجدة على المركز الأول هملول سعيد بن قليبة بن رشيد السويدي، والمنافس القوي في المركز الثاني يا سلام يا سلام مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي في هذا الظهور، وهنا على المركز الثالث ايضا انطلاقه مصيحه ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي، والمركز الرابع يا سلام يا سلام يا سلام مياس علي بن راشد بن مفتاح الشامسي. هذه الاسماء، شوف التقدم اللي بدا الان، شوف اللحظه النهائيه، شوف هذا الكم القادم للمشاركه في هذا الميدان، وانتصار تتسلل من موقع الى موقع كما هي قادمة. سعيد بن مطر محمد الرميثي في هذه المنافسة القوية والتحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا من خلال هذا الاندفاع نتابع المقدمة، نبقى على هذا الموقع من خلال هذا المسار نتابع هذه البداية، نشوف التغيير والتبديل والمركز الأول في لحظات النهاية مع المركز الأول انتصار انتصار، وهناك على الجانب الآخر منافس قوي وتحدي مثير في هذا الاندفاع. نفوذ سالم بن حمد محمد المزروعي في المركز الثاني، نفوذ من انتصار نفوذ من انتصار نفوذ تفرض سيطرتها ونفوذها على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، اذا النهاية سويحان السويحان ونفوذ سالم بن حمد بن محمد المزروعي في المركز الاول، انتصار في المركز الثاني لسعيد بن مطر الميثي، المركز الثالث مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، المركز الرابع مصيح ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي، المركز الخامس هملول محمد بن سودي بن شلثم الخيلي. يا سلام، منافسة وإثارة وانطلاق على أرضية هذا الميدان، والعودة إلى خط النهاية في توقيت المركز الأول 7:45.90 من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي صاحب هذا الاندفاع وصاحب هذه اللحظات وصاحب هذه الانطلاقات. المركز الثاني كانت انتصار على المركز الثاني 7:46 و4 من الأجزاء من الثانية، أيضا تهارينا والناموس. والمركز الثالث كان وجود مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي اللي وصلت فيها المركز الثالث 7:46 و8 من الأجزاء من الثواني. ما شاء الله أشواطنا متوالية وانطلاقاتنا هنا تذهب من جديد لتتواصل منافسات هذا الصباح. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل انطلاقات